هذا اسم فيلم من ذاكرة السينما المصرية من بطولة فريد شوقي والزعيم عادل إمام ونجم الكرة المصرية إكرم. ذلك الفيلم يناقش مشكلة الرجال الذين تجاوزوا 50 وأصابتهم مراهقة متأخرة. ورأى صانعوه أن أنسب عنوان لهذا الفيلم هو الرجل الذي فقد عقله. تحول الاسم إلى عبارة شائعة نصف بها أي شخص عاقل يتبدل به الحال للأسوأ، وهذا ينطبق بشكل كبير على جون ماكافي، رجل الأعمال الأمريكي ومطور البرنامج الأشهر في مكافحة الفيروسات ماكافي. فاليوم هو الرجل الذي فقد عقله. فماذا حدث مع جون ماكافي؟ القصة تتلخص في خبر تداوله رواد السوشيال ميديا. هذا الخبر يقول أن جون ماكافي تم اعتقاله في جمهورية الدومينيكان الواقعة في منطقة الكاريبي. لماذا؟ بسبب وجود أسلحة وذخيرة على متن اليخت الخاص به. وقضى ماكافي 4 أيام رهن الاعتقال إلى جانب زوجته ومرافقيه. ربما تعتقد أن اعتقال جون ماكافي سبب له بعض المشاكل النفسية. الحقيقة أنه تعامل مع الموضوع بشكل كوميدي واستمتع بفترة اعتقاله وكأنها رحلة. فنشر على تويتر هذه الصورة وعلق عليها ساخراً: ثاني اعتقال لي في أسبوع واحد، إنه رقم قياسي. حتى أن زوجته نشرت نفس الصورة وعلقت عليها: هذه أفضل صورة لك داخل السجن، أنا أعشق ضحكتك. وبشكل ساخر نادى جون ماكافي بإطلاق سراحه وابتكر هاشتاغ الحرية لماكافي أو Free McAfee. الأكثر سخرية هو أن هناك حوالي 500,000 شخص على تويتر تفاعلوا مع الهاشتاغ، ونشر سلسلة من التغريدات يهاجم فيها كل من كان سعيداً باعتقاله. بعد قليل أعلن عن إخلاء سبيله هو وزوجته ومرافقيه، وأخذ يلتقط الصور مع أفراد الشرطة الذين تعاملوا معه بشكل جيد كما قال على تويتر. يبدو من خبر اعتقال جون ماكافي صاحب 73 عاماً أنه تورط في أمر ما خارج عن إرادته، لكن تعامله بسلاسة وكوميدية مع الموقف يؤكد أن هذه هي حياته الطبيعية. فجون ماكافي هو أحد الهاربين من سلطات الضرائب في أمريكا. وما أدراك سلطات الضرائب في أمريكا؟ ونشر على تويتر هذه الصورة وقال: حاولت المخابرات الأمريكية الإمساك بنا وسأختفي الأيام القادمة. جون ماكافي يعيش حياة مثيرة، حيث يقول أنه أنجب 47 طفلاً. جون ماكافي بدأ كطالب مجتهد وذكي، صحيح مر بصعوبات كثيرة بعد انتحار والده، أدمن الكحول والمخدرات في سن المراهقة، لكنه كافح كثيراً ليكون رجل أعمال ناجح، وبالفعل أسس شركة ماكافي. وبعدها بدأ جون في التنقل من مكان لآخر، وأصبح يهوى اقتناء الأسلحة وأدمن الكحوليات، فتبدل به الحال من رجل أعمال ناجح إلى رجل هارب، وأصبح هو الرجل الذي فقد عقله.